مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال، قد غبت وإليك اشتقنا. شكلها غريب صح؟ نوت جديد. هاي أهلا وسهلا، كيفكم إن شاء الله بخير؟ طبعا زي ما عارفين إنه رمضان بكرة، كل عام وانتم بخير وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. فآخر فيديو نزلته في القناة اللي هو نصائح رمضانية، إذا ما شفتوا حتلقوا الرابط في صندوق الوصف، قلت لكم عملت لكم تصويت اللي هو أنواع البنات في رمضان، حلى رمضاني، ميك اب توتوريال. فلقيت أكبر تصويت على حلى رمضاني سريع، فالليلة جايبة لكم حلى رمضاني ما بياخذ منكم 5 دقايق. فيا إذا كنتوا جداد مرحبا بكم، اعملوا لايك سبسكرايب، ما تنسوا حملة توصيل المساتبة 100,000 مشترك. وهنا دي المكونات اللي حنعمل بها، فيا هشرح لكم، ما تنسوا لايك سبسكرايب، يلا نشوف المكونات. يلا طبعا المكونات، اول شيء حنحتاج اللي هو بسكويت الشاي، وبنحتاج شوكولاتة سائلة او غير شوكولاتة سائلة اللي هم للزينة، اوريو مثلا، شوكولاتة حاجة زي دي. وبنحتاج المكونات الرئيسية اللي هي البسكويت وحليب وحاجة متوفرة طبعا في كل بيت اللي هي دريم ويب، كريمة دريم ويب. فالحركة حتكون كيف؟ انه جدا بسيطة، حنغمس البسكويت او نغرق البسكويت في الحليب ونرصه، وحنخلط الدريم ويب حنكبها فوقه، وعلى حسب الرغبة، اذا في ناس بيحبوا طبقتين، ناس يحبوا 3 طبقات، ناس يحبوا اكتر، ناس يحبوا طبقة واحدة كده. فانا حعملها طبقة واحدة على قد الصحن، عملها طبقة واحدة على قد الصحن، وحتسووا تضربوا الدريم ويب وتفرشوها فوقه وبعدين تزين. فيلا ما اطول عليكم ونشوف كيف طريقة التحضير. سو هسي زي ما انتم شايفين انا كبيت الحليب في، احنا في السودان بنقول كورة او معون او حاجة زي دي، وفتحت البسكويت. يلا نبدأ بأول طبقة اللي هي نغمس البسكويت. وهسي خلصنا طبقة البسكويت زي ما شفتوا، فالخطوة اللي بعدها هجيب تاني كده، وهجيب الدريم ويب اكبها كيسين واكب فوقهم كوباية حليب، واضربها لمدة 4 دقايق واتهم بيها البسكويت. هنا زي ما انتم شايفين احنا خلصنا طبقة الكريمة الاولى، انا هعملهم طبقتين احسن، فحنكبها نوزعها في البسكويت كده. كده هتحسوها في البداية خفيفة، لكن لما تجمد هتكون فظيعة. فهسي معلش على الصوت، فهسي حنكرر الحركة بتاعت البسكويت، ونبلل البسكويت بالحليب وكده، واخلص الطبقة الثانية وارجع لكم. هنا زي ما انتم شايفين ده الشكل النهائي، فهسي انا حبيت انه اخد على كريمة، وبعدين ممكن تزينوها باي شوكولاتة، في عندكم اوريو، اي حاجة انتم حابين تزينوها بها، فازينها وارجع لكم. ده هنا الشكل النهائي بعد ما زينتها بكيندر وأوريو، وبشرت فيها بسكويت الشاي العادي. فيا ده الشكل النهائي وبس. ده كان الفيديو لليوم، اتمنى يكون عجبكم. فقبل ما انهي الفيديو حابة اقول لكم حاجة، انه لازم فترة رمضان تتابعوني في انستغرام، لانه هاعمل حاجة، يعني هي مش مسابقة، لانه الحاجة دي انا عملها دي ما بهدف انه افوز زول او زول يخسر كده، لا، الحاجة دي بهدف انه نستفيد، يعني سلم واستلم. فحنزل كل يوم في رمضان سؤال في انستغرامي،
في الستوري بتاعتي هنزل سؤال مثلا يعني حاجه دينيه او مش ممكن انستغرام، ممكن انزل في يوتيوب مثلا في انستغرام كده. فحنزل السؤال حنزل في اليوتيوب في انستغرام، وانتوا كل عليكم انكم في انستغرام حتدوسوا الاجابه اللي انتوا شايفينها صح، في اليوتيوب حتكتبوا في الكومنت الاجابه اللي انتوا شايفينها صح. فاذا ما نزل في اليوتيوب عارفوا انه حينزل في انستغرام، تمام؟ يعني اذا مثلا حصلت ظروف ما نزلت فيديو في اليوتيوب خلال رمضان، فحتلقوا السؤال موجود في انستغرام. ما طول عليكم، ما تنسوا اللايك سبسكرايب. يلا سلام. هاي نسيت قبل سلام، اذا عندكم حل سريع اكتبوا في الكومنت، خلونا نتفرج في شطاراتكم. يلا سلام. مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا، كيف الحال؟ قد غبت.